في باب اللوق شعر الطفل بالغرابة من المدينة واجتماعات أخيه الأكبر مع دوائر الحكم والنفوذ، وقبلها زهد التعليم وفصول الدراسة، فقد كانت كل أحلامه آنذاك كيف يكمل مسيرة أبيه هناك في الصعيد بين حقول الذرة والعمل وسط الفلاحين. وكان أخوه كبير أكبر منه بـ40 سنة تاني، كان عايزه يروح المدرسة، ولكن هو أصر إن هو كان دايماً يسمع إن أبوه الله يرحمه اللي هو قرشي كان مزارعاً وكان عنده أراضي كتير وي وي وي، فهو كان مصمم يطلع مزارع زي والده، فكان يودوه الحرس بالكاريتا للمدرسة، ينزل يرمي نفسه في الطينة ويقول لي عايز أبقى مزارع زي أبوي مش عايز أروح المدرسة، وأخوه يضربه العلقة بعد التانية لحد الراجل ما زهق منه فشحنه على الصيد. الوالد من صغره كان غاوي زراعة، انصرف عن التعليم واهتم بقى انه ينزل في الارض، يعني بقت هوايته في حياته الزراعه ونبغ فيها. في قريته تفرغ قرشي للزراعه وارتبط بها، وهجن وطور محاصيل الذره والقطن بالرغم من قله تحصيله الدراسي. وكان بيقول لنا انا كنت بركب الحصان الصبح، بفطر في بيتي في الكوديه وبطلع بتغدى وانا على الحصان وبدور على الغيطان كلها، اتعلمت من الفلاحين وبعدين علمت اللي تحتي الفلاحين بعد كده. كل موسم حصاد يضيف للارض بتاعته، يوسع رقعه الارض اللي بيملكها، لحد في الاخر ما الناس خدت بالها من سرعه انجازه وانه عمال يحقق نجاحات ورا نجاحات ورا نجاحات، سموه الموهوب. انتاجيه الفدان في جميع المحاصيل اللي هو كان بيزرعها احمد باشا ورشي مستوى إنتاجية ما حصلش ومش هيحصل. مستوى المحصول القطن عنده كان من 18 ل 20 قنطار. أنا شفت القطن لما اتزرع بعديه طبعا كان أقصى حاجة بيعمل 11 قنطار 12 قنطار، وده بسبب إن هو استعان بالميكنة الحديثة وكان من أوائل الناس الذين أدخلوا الميكنة الحديثة في زراعته، وحاز أحمد باشا ورشي على الجوائز المتعددة من الدولة في الانتاج الزراعي. وكان في البيت قديم في جاردن سيتي كان في قاعه كبيره جدا فيها نياشين والجوائد اللي خدها، وكان بيصرف على الزراعه بطريقه غير طبيعيه، المهم ان يطلع الزراعه بتاعته متفوقه.